انطلاقة الشوط الثالث من هذه الأمسية للجهة العربية الأصيلة بصدارة اي جي اس بشار من الجهة الداخلية من الجهة الوسطى الجواد مطوي الشجاعة والفارس البرتو سنة، والترتيب الثالث للطام الشجاعة، والترتيب الرابع هناك تايا، الترتيب الخامس تحرك للجواد شدبه. نذهب إلى القيادة ومطوي الشجاعة والوصافة مع اي جي اس بشار، شكل البلوشي، الترتيب الثالث تايا، الترتيب الرابع لطام الشجاعة، الترتيب الخامس اي كاندل سبيد، وفي الترتيب الخامس الجواد بلغارو وفالح بغني. اتجاها الى المنعطف الاخير، مطوي الشجاعة يبتعد عن باقي الجياد، ومحاولة لتقليص المسافة من تايا 400 متر على خط النهاية. مطوي الشجاعة في القيادة والوصفة تايا والجواد مشاكسة تبحث عن فجوة، ولكن الصدارة مع مطوي الشجاعة اي جي اس بشار في الوصافة، وتدخل من الجهة الخارجية للشتير مربط الشحانية وتوماس لوكاسيك، وهناك تحرك لبلغارو، ولكن شتير مربط الشحانية وتوماس لوكاسيك. مبروك. Official result for race number 3. In first place, horse number 5, Shatir, owned by the Al Shahania stud, ridden by Thomas Lukasik. In second place, horse number 9, Bulgaro, owned by Mr. Ali Said Al Naimi, ridden by Fale Bugnaim. In third place, horse number 10, Jabal Tariq, owned by Noura Racing Limited, ridden by Sofian Sadi. In fourth place, horse number 7, Taya, owned by Mr. Mohamed Nawaf Al Reis, ridden by Arnaud Delapine. And in fifth place, horse number 1, AA Kindled Speed, owned by Mr. Nasser Mohamed Al Ansari, ridden by Ivan Rossi.